Hello, good morning everybody, my dear students. Today a new lesson about the past simple tense prepared by Miss Amani Kamal, Al-Nasr Official Language School. النهاردة هناخد the past simple tense ونتعرف عليه. أتمنى إن هو يعجبكم. هنبتدي نتكلم عن the past tense بطريقة جديدة خالص. انا مش هقول لك شكل الفعل ومش هقول لك كده زي ايه الطريقة العادية خالص. احنا هنتكلم ونقول بنتعلم الجرامر من خلال ديالوج، من خلال جملة. ده طريقة الجرامر الجديدة. يعني نقول مثلا Did you do anything special yesterday? Yes I did. I drove to the lake. او ممكن اقول no I didn't I had a babysit. يبقى انا كده بسألك عملت حاجة special yesterday؟ Yes I did I drove to the lake. انا قعدت اركب كده لغاية البحيرة. او I had a babysit. انت زي ما انت شايف كده ان انا بسأل سؤال بديت في الباست اللي مكتوب بالاحمر، وبعدين السبجكت، وبعدين الانفينيتيف دو. طيب لما اجي اجاوب بالشورت انسر يس اي ديد، او لو هو نيجاتيف او نو اي ديدنت. طيب لو انا عايز اجاوب اجابه كامله بقول اي واحط الفعل في الباست سيمبل. ان هو بقى باست سيمبل ده، انت عارف ان احنا في كده 3 عواميد للافعال: المصدر، العمود الاول، العمود الثاني بيبقى past simple، العمود الثالث بيبقى past participle. طيب اجي اجاوب في الباست بقى اختار العمود الثاني، يعني drive هتبقى في الباست drove، او I drove to the lake. have هتبقى في الباست had، او I had to babysit. طيب يلا move to the next question. نتنقل لل next question. where did you go on Sunday؟ ما اسأل شريف أو أسأل هبة where did you go on Sunday؟ تقولي I saw a good movie أو I went to a concert. طب أنا خدت الفعل كده هوت سي خليته في الباست بقى سو، جو بقى في الباست بقى went، I went to a concert. طيب هناخد بقى سؤال تاني برضو نأكد شوية أفعال، نفتكر شوية أفعال. Did you stay home on Sunday؟ انت قعدت في البيت on Sunday؟ Yes I did. I watched a football game on TV. ممكن واحد تاني يقول No I didn't. I invited friends out to dinner. زي ما انت شايف الأفعال اللي بالأحمر دي watched في الباست خدت اي دي، أو invited خدت دي عشان الفعل آخره اي الأساسي invite آخر إيه، فبزود دي بس. يبقى في أفعال شكلها بيتغير تماما، في أفعال بحط لها إي دي، في أفعال بحط دي بس زي ما انتوا شايفين. طب يلا نبص على السؤال اللي بعد كده. What did you do on Saturday؟ بابا مثلا ماما بتسأله What did you do on Saturday؟ I worked in my car. أو I stayed home and studied. برضو دي أفعال بنحط لها في الآخر ED لما بنعوز نتكلم عن الباست. في بعض الكيوردز اللي هي الأساسية أنا بشوفها في الجملة لازم بنحط الفعل شكل الباست. يعني مثلا yesterday عشان أنا بتكلم في امبارح، يبقى ده باست، حاجة action happened خلص finished in the past، يبقى ده برضو action happened in the past. in the ancient time يعني في العصور القديمة، يبقى دي حاجة انتهت، وقت انتهى. أو last week، last month، last year، وممكن كلمة ago 3 years ago يعني 3 مثلا سنين مضوا. وأحيانا لما باجي أحكي حكاية وأقول كان يا مكان، أقول once upon a time there was a king and a king was happy. A king lived in a palace.
يبقى ده كده كله دوت كلمات اول ما بشوفها يبقى على طول بتديني اشارة ان انا احط الفعل في الباست. ماشي، دي بعض الافعال اللي هي بتتغير تماما اساسية في الجملة، بغير شكلها. فيرب تو بي دوت لازم نبقى عارفينه في الماضي، يعني يكون فيرب تو دو يعني يفعل، فيرب تو هاف يعني يعمل. انتوا عارفين في الانجليش في سبجكت بيبتدي في الجملة زي اي، هي، شي، ات، وذي، وي، ويو، ديت سبجكت بدل الاسماء، يعني ضمائر بدل الاسماء، يعني هي مثلا بدل احمد، شي بدل منى، ات بدل زكاة، زي بدل بويز اند جيرلز مثلا، وي بدل احنا، اي اند ماي فاميلي، وي، يو، انت او جماعة ذا كلاسز مثلا. طيب الافعال دي شكلها بيتغير تماما في الباست، ده شكل الباست، اي وهي وشي ات بنضع ووز، كل دول ياخدوا مع اي وهي وشي ات ووز، مع زي وي ويو بالشكل فيرب تو بي ما بحطش بي، بقول وير، زي وير، وي وير، يو وير. ماشي، فيرب دو يعني يفعل، كل السبجكت دولت اي وهي وشي وات وزي وي ويو ياخدوا ديت يعني فعلوا. فيرب تو هاف كل السبجكت دول اي وهي وشي وات وزي وي ياخدوا هات. ماشي كده فهمت. طيب يلا بقى جه وقت دورك انت to answer these questions. يس انا هسيب لكم فرصة كده 5 دقايق تبصوا على الاسئلة عشان نبتدي نجاوب. في طبعا جمل question، في جمل answer. ال question انا حاطة جنبه question mark وال answer full stop. تمام، طيب for example انا عندي student A بيتكلم مع student B ويسأله سؤال you go out on Friday night، يبقى وفي اجابة بنو، يبقى على طول بيسأل بأداة مساعدة، يبقى مش بأداة استفهام helping verb ومش أداة استفهام مادام في نو او يس. يبقى did you go out on Friday night? No, I didn't. أمال عملت إيه؟ I invited friends over. جميل. And I cooked. مادام في and يبقى زي الفعل اللي قبلها على طول. Invited في الباست يبقى cooked في الباست. هزود ed. طيب هنا في أداة استفهام how، وفي last birthday يبقى دوت past على طول، يبقى how did you spend في الانفينيتيف spent زي ما هي، لكن لما اجي اجاوب اقولها I spent بالتي. طيب I مش هتاخد have بقى في الباست، هتاخد I had a party everyone enjoyed it but the neighbors complained. احط ايدي، تاخد ايدي، enjoyed ايدي، لكن هاف هتتغير خالص تبقى هاد. طيب the last slide معانا what، طب انا بتكلم في last night، بص لاخر السؤال في last night، يبقى على طول دوت احط اداة helping verb did what did you do. برافو. اقول I go، لا اقول I went بقى to the new Tom Cruise film. I went عشان انا بتكلم على last night الليلة اللي فاتت. I love it. I loved it. ماشي؟ طيب number four معانا the last one. Yes. هنا إجابة هنا yes أو no، يبقى على طول مفيش أداة استفهام، لكن أسأل بال helping verb. Did you do anything special over the weekend? Yes. I جو بقى، مادام انا سألت بديت يبقى جو دي هتبقى went. I went shopping. Unfortunately I spent، هتبقى S P E N T all my money now.
I'm broke. كده احنا we come to the end of our lesson today. I hope you enjoy it very much. احنا شرحنا الباست سيمبل وحلقاته والافعال والكلمات. اتمنى تكون حطيتها في دماغك كويس، اتمنى تكون فهمتوها كويس، واتمنى لكم يوم سعيد. الى لقاء اخر. Goodbye.